صباح الخير أبناء الطلبة، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الصف الثاني الثانوي الأدبي لمادة الجغرافيا. معكم المدرسة وسام أسعد من ثانوية الحيدرية. سنقدم اليوم درسا بعنوان ماء في الهواء. سيرافقني في هذا الدرس كل من الطالبات. تفضلي. لا سلاطي. روان الشنطة. رضا عيسى. أهلا. روان علي. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب. لاحظنا أثناء قدومنا إلى هنا وجود قطرات من الماء على الأسطح المعدنية وعلى الأعشاب. هناك ظاهرة تتشكل في الطبيعة نتيجة ارتفاع نسبة بخار الماء أو نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة أو توفر الرطوبة. نشهد هذه الظاهرات مع بداية فصل الشتاء، مع بداية انخفاض درجات الحرارة. سنتعرف في درسنا هذا على هذه الظاهرات وعلى أسباب تشكلها وآلية هذا التشكل. سنبدأ. أمامنا الصور التالية التي تبين هذه الظاهرات. ماذا تمثل الصورة الأولى؟ نعم. نعم روان تفضلي. تظهر تجمعا لقطرات مائية صغيرة على شبكة عنكبوت. إذن تمثل الظاهرة الأولى ظاهرة تشكل الندى. نعم شكرا. نعم ما الصورة الثانية ماذا تمثل؟ نعم يا رضا. تمثل ظاهرة الصقيع. تمثل ظاهرة الصقيع. شكرا لك. الصورة الثالثة ماذا تمثل؟ نعم يا روان. تمثل ظاهرة السحب. تمثل ظاهرة تشكل السحب. أما الصورة الرابعة فماذا تمثل يا لانا؟ تمثل ظاهرة الضباب. تمثل ظاهرة تشكل الضباب. شكرا لكم. إذن تمثل الصورة الأولى ظاهرة الندى، أما الصورة الثانية فتشكل ظاهرة الصقيع، والثالثة تمثل ظاهرة السحب. السحب. أما الرابعة فتمثل ظاهرة تشكل الضباب. شكرا لكم أبنائي. سنتعرف على كل من هذه الظاهرات وعلى شروط تشكلها وآلية تشكلها. سنشهد هذه التجربة التي قامت بها صديقتنا روان التي تمثل ظاهرة الندى. تجربة تشكل الندى. أدوات التجربة: مكعبات جليدية، كأس زجاجية فارغة، مقدار كأس من الماء. خطوات تطبيق التجربة: نضع المكعبات الجليدية في الكأس الفارغة. نمدد الجليد بإضافة الماء إليه وننتظر لبضع دقائق. نلاحظ تشكل قطرات الندى على سطح الكأس الخارجي نتيجة تبرد الهواء الملامس للسطح الخارجي للكأس. أبنائي، بعد مشاهدتكم هذه التجربة ماذا لاحظتم وكيف تبين لكم آلية تشكل ظاهرة الندى؟ نعم يا روان تفضلي. تتبرد الكأس بعد وضع مكعبات الثلج ثم إضافة الماء، مما يؤدي إلى تبرد الهواء الرطب الملامس لسطح الكأس الخارجي. نعم. ما يؤدي إلى تقلص حجم الهواء الرطب الملامس لسطح الكأس الخارجي وتشبعه ببخار الماء. نعم. ثم يحدث تصادم بين جزيئات بخار الماء لتتجمع على شكل قطرات صغيرة من الماء على سطح الكأس البارد. نعم شكرا لك يا روان. إذن يتشكل الندى بهذه التجربة. نستنتج منها بأن ظاهرة الندى تتشكل وفق آلية معينة. أولا يتبرد الكأس بعد وضع مكعبات الجليد ثم إضافة الماء. إذن وضعنا الجليد
ثم أضفنا له الماء فيتبرد الكأس. ثانيا يؤدي هذا التبرد إلى تبرد الهواء الرطب الملامس لسطح الكأس الخارجي، وهذا يؤدي إلى تقلص حجم الهواء الرطب الملامس لسطح الكأس الخارجي وتشبعه ببخار الماء، مما يؤدي إلى حدوث تصادم بين جزيئات بخار الماء فيتكاثف على لتتجمع على شكل قطيرات من الماء على السطح الخارجي للكأس البارد. هكذا أبنائي تعرفنا إلى آلية تشكل ندى. فماذا يمكن أن نعرف الندى؟ نعم يا رضا، هو عبارة عن تجمع قطرات بخار الماء ويتشكل من تحول بخار الماء إلى الحالة السائلة. إذا تعريف الندى هو تحول بخار الماء أو تجمع قطيرات الماء وتحول بخار الماء إلى الحالة السائلة. والآن ما هي شروط تشكل ظاهرة الندى؟ ما شروط تشكل الندى؟ نعم يا روان تفضلي. الشرط الأول سكون الهواء. نعم سكون الهواء، يجب أن يكون هناك استقرار في الهواء. نعم يا رضا. سطح بارد. نعم يجب أن يكون لدينا سطح بارد. نعم يا روان. رطوبة عالية. يجب أن يكون هناك رطوبة عالية، شكرا لكم. إذن شروط تشكل ظاهرة الندى، أولا سكون الهواء، ثم يكون هناك سطح بارد ورطوبة عالية. شكرا لكم أبنائي. ننتقل إلى الظاهرة الثانية التي أجرت تجربتها في مختبر المدرسة صديقتنا لانا، وهي ظاهرة الصقيع. الآن سنقوم بالتجربة وهي تجربة تشكل الصقيع، ونحتاج إلى بعض الأدوات للقيام بهذه التجربة. أولا مكعبات جليدية، ثانيا علبة معدنية فارغة، وثالثا 3 معالق كبيرة من ملح الطعام. وخطوات تطبيق التجربة، أولا نملأ العلبة المعدنية بالمكعبات الجليدية، ثانيا نضيف الملح إلى المكعبات الجليدية ونحرك المكونات ثم ننتظر بضع دقائق. وأنا الآن ملأت العلبة المعدنية بالمكعبات الجليدية، ثم سأضيف الملح إلى المكعبات الجليدية ونحرك المكونات ثم ننتظر لبضع دقائق وسنرى كيفية تشكل الصقيع. والآن وضعت 3 معالق كبيرة من ملح الطعام، وسأحرك المكونات مع بعضها البعض ثم ننتظر لبضع دقائق وسنشاهد مع بعضنا كيفية تشكل الصقيع. الآن أصدقائي سنلاحظ أن الملح يساعد على ذوبان الجليد بسرعة كبيرة، وأدى إلى انخفاض درجة حرارة الماء الناتج عن الذوبان بقدر -10 درجة. نحن قمنا الآن بالتجربة وهي تجربة تشكل الصقيع، ولاحظنا مع بعضنا كيفية القيام بهذه التجربة والخطوات التي قمنا بها. والآن سنلاحظ مع بعضنا تجمد بخار الماء على السطح الخارجي للإناء المعدني وانخفاض درجة حرارة الهواء بقدر -10 درجة وتشكل طبقة من الصقيع. بعد أن شاهدنا التجربة أبنائي، ما هي آلية تشكل الصقيع؟ نعم يا لانا تفضلي. تتجمد العلبة بعد وضع مكعبات الجليد ثم إضافة الملح، ما يؤدي إلى انخفاض درجة الهواء الرطب الملامس لسطح العلبة الخارجي بقدر 10-10 درجة، مما يؤدي إلى تحول بخار الماء الملامس لسطح العلبة الخارجي إلى الحالة الصلبة، ويتسرب على شكل بلوريات من الجليد على جدار العلبة المتجمدة. إذن يتشكل على شكل بلورات من الجليد على السطح الخارجي للعلبة المعدنية. إذن نضع الملح فوق مكعبات ثلج في علبة معدنية. ما فائدة الملح؟ ما فائدة الملح؟ نعم يا رضا. يفيد في إذابة الجليد. نعم يفيد في إذابة، في تسريع إذابة الجليد وتبريد السطح الخارجي للعلبة إلى الهواء الملامس للسطح الخارجي إلى -10 درجة مئوية. إذن آلية تشكل الصقيع، أولا نضع
في العلبة، نضع في العلبة المعدنية مكعبات الثلج، ثم نضيف الملح ونحركها لننتظر دقائق فيتبرد هذا، يتبرد السطح الخارجي للعلبة وتتشكل بلورات الجليد على شكل طبقة بيضاء. تتجمد العلبة بعد وضع مكعبات الجليد ثم إضافة الملح، مما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الهواء الرطب الملامس لسطح العلبة الخارجي إلى ناقص 10 درجة مئوية، مما يؤدي لتحول بخار الماء الملامس لسطح العلبة الخارجي إلى الحالة الصلبة، فيترسب على شكل بلورات ثلجية أو جليدية على السطح الخارجي للعلبة المعدنية، وهكذا يتشكل الصقيع. ما هو تعريف الصقيع وما هي شروطه؟ نعم يا روان، هو عبارة عن بلورات ثلجية ويتشكل من تحول بخار الماء إلى الحالة الصلبة. نعم، إذن هو بلورات ثلجية يتشكل من تحول بخار الماء إلى الحالة الصلبة. إذن هو تحول بخار الماء إلى الحالة الصلبة، إذن بلورات ثلجية ويتشكل من تحول بخار الماء إلى الحالة الصلبة مباشرة. وما هي شروطه؟ ما الشروط الواجب توافرها لكي يتشكل الصقيع؟ نعم يا روان تفضلي. الشرط الأول رطوبة هواء كافية. نعم، يجب أن يكون هناك هواء رطب مليء مشبع ببخار الماء. الشرط الثاني، نعم روان، سطح بارد. يجب أن يكون هناك سطح بارد، شكرا لكم. أيضا من الشروط الواجب توافرها، نعم يا رضا، سكون الهواء. يجب أن يكون الهواء ساكنا. إذن شروط تشكل الصقيع سكون الهواء ورطوبة هواء كافية وسطح بارد، شكرا لكم. ننتقل إلى الظاهرة التي تليها، وهي ظاهرة تشكل السحب. كيف تتشكل السحب؟ أجرت لنا صديقتنا روان تجربة في مختبر المدرسة لنشاهدها معا ونسجل ملاحظاتنا بعدها. نعم، أدوات التجربة: مكعبات جليدية، علبة زجاجية شفافة، صحن زجاج، ماء مغلي، علبة سقاء. خطوات تطبيق التجربة: نملأ الصحن بالمكعبات الجليد، نملأ العلبة الزجاجية بالماء المغلي، نشعل علبة سقاء ثم نطفئه ونرميه في العلبة، ومباشرة نضع الصحن الذي يحتوي على مكعبات الجليد فوق فوهة العلبة ثم نضيف القليل. نلاحظ تشكل طبقة تشمل السحاب في أعلى العلبة الزجاجية، بخار الماء في أسفل الصحن نتيجة تبرد البخار. بعد مشاهدتنا التجربة أبنائي، كيف تشكلت السحب؟ نعم تفضلي روان. يزود الماء المغلي الهواء الموجود داخل العلبة ببخار الماء. نعم، ثم يتبرد الهواء الرطب في العلبة بسبب تحركه باتجاه الأعلى وملامسته سطح الصحن البارد. نعم، ما يؤدي إلى زيادة حجم الهواء الرطب الملامس للصحن وتشبعه ببخار الماء. نعم، ثم يحدث تصادم بين جزيئات بخار الماء وتتكاثف لتتجمع على شكل قطرات دقيقة من الماء على جسيمات الدخان العالقة في الهواء الموجودة داخل العلبة. نعم، نحن استخدمنا في هذه التجربة عود الثقاب. ماذا أفادنا الدخان الموجود في الماء المغلي؟ ماذا أفادنا؟ ماذا شكل الدخان والغبار؟ ماذا يشكل يا روان؟ تفضلي. الدخان يعد نواة تكاثف لتجمع بخار الماء. نعم، نحتاج لنواة تكاثف لكي يسرع في عملية تجمع بخار الماء، فاستعنا بالدخان، استعنا بعود الثقاب. إذن نستنتج من التجربة السابقة ما يلي: أولا، يزود الماء المغلي الهواء الموجود داخل العلبة، يزوده ببخار الماء، ثم يتبرد الهواء الرطب في العلبة بسبب تحركه باتجاه الأعلى وملامسته سطح الصحن البارد، مما يؤدي إلى زيادة حجم الهواء الرطب الملامس للصحن وتشبعه ببخار الماء، ثم يحدث تصادم بين جزيئات بخار الماء وتتكاثف، وبذلك تتجمع على شكل قطيرات دقيقة من الماء على جسيمات الدخان العالقة في الهواء، وتتشكل لدينا ظاهرة السحب. هكذا تشكلت ظاهرة السحب.
فماذا استنتجتم؟ ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر لتشكل هذه الظاهرة؟ قبل أن ننتقل إلى الشروط، ما هو تعريف السحب؟ ما هو تعريف السحب؟ نعم يا لانا. تتشكل السحب المكونة من تجمع ملايين القطرات المائية الدقيقة بسبب تحول بخار الماء إلى الحارة السائلة. إذن تشكل ملايين من القطرات الدقيقة بسبب تحول بخار الماء إلى الحالة السائلة، هكذا تشكلت السحب. ما هي شروط هذا التشكل؟ ما هي شروط هذا التشكل؟ نعم يا روان تفضلي. الشرط الأول حركة الهواء نحو الأعلى. نعم، يجب أن تكون حركة الهواء باتجاه الأعلى. رضاب. توافر جسيمات دقيقة كالغبار والدخان. توافر جسيمات دقيقة كالغبار أو الدخان، لأنها تعمل على شكل نواة تكاثف يتجمع حولها بخار الماء. نعم، هناك شروط أخرى يا روان تفضل. تبرد الهواء. تبرد الهواء أيضا هو من الشروط الواجب توافرها، وهناك شروط أخرى. ما هو يا لانا تفضلي؟ هواء محمل ببخار الماء. يجب أن يكون هواء محمل أو مشبع ببخار الماء لتتشكل هذه الظاهرة. يبقى لدينا ظاهرة الضباب. ظاهرة الضباب طبعا هذه الظاهرة تحدث بنفس آلية تشكل السحب، إنما مع اختلاف بسيط ما بين التجارب. فما هو الشيء الذي يجب أن نغيره عندما يجب أن نغيره لتتحول الظاهرة من سحب إلى ضباب؟ نحن عندما أجرينا التجربة، تجربة السحب، وضعنا الصحن المليء بالمكعبات الجليدية فوق السطح الدافئ الذي يوجد فيه بخار ماء، فماذا يجب علينا أن نغير ولماذا؟ نعم تفضلي روان. وضع قطع الثلج أسفل الوعاء. نعم، يجب أن تكون قطع الثلج في أسفل الوعاء، حيث ينتقل الهواء من سطح بارد إلى سطح أدفأ فتتشكل ظاهرة الضباب. ما هو تعريف الضباب؟ إذن هكذا تشكلت، قلنا بنفس آلية تشكل السحب مع اختلاف بسيط، هو انتقال الهواء من سطح بارد إلى سطح دافئ. ما هو تعريف ظاهرة الضباب؟ نعم نعم رضا تفضلي. هو تجمع كبير لقطيرات الماء الدقيقة بسبب تحول بخار الماء إلى الحالة السائلة. نعم، تجمع كبير لقطيرات الماء الدقيقة بسبب تحول بخار الماء إلى الحالة السائلة. بعد أن تعرفنا على آلية تشكل الضباب، ما هي الشروط الواجب توافرها لتشكل هذه الظاهرة؟ نعم نعم يا روان. الشرط الأول حركة خفيفة للهواء. نعم، إذن يجب أن يكون هناك حركة خفيفة للهواء كي تنزلق من المناطق الباردة إلى المناطق الدافئة. نعم يا لانا. الشرط الثاني توافر جسيمات دقيقة كالغبار. إذن توافر جسيمات دقيقة كالغبار. نعم. الشرط الثالث. نعم يا رضا. انتقال الهواء من سطح بارد إلى سطح دافئ. نعم جيد، انتقال الهواء من سطح بارد إلى سطح دافئ. وأيضا يا روان، رطوبة هواء كافية. رطوبة هواء كافية، يجب أن تتوافر هذه الشروط جميعها لتتشكل ظاهرة الضباب. شكرا لكم أبنائي. كيف يتبرد الهواء ذاتيا؟ هناك عندما يحدث الصعود الهواء إلى طبقات الجو العليا يتبرد بطرق متعددة. أمامكم الصورة الأولى، فلنقرأ الصورة الأولى ونتحدث عنها. نعم يا روان، ماذا يحدث؟ تؤدي درجة الحرارة المرتفعة إلى تسخين سطح الأرض، وهذا يؤدي إلى تبخر الهواء الرطب الملامس له فيتمدد ويخف وزنه يتحرك نحو الأعلى. نعم جيد، إذن تؤدي درجات الحرارة، تؤدي درجة الحرارة المرتفعة إلى تسخن سطح الأرض، وهذا يؤدي إلى تسخن الهواء الرطب له الملامس له فيتمدد ويخف وزنه ليتحرك نحو الأعلى.
إذا لاحظنا في هذه المنطقة التي تقريبا الشمس عمودية عليها حرارتها مرتفعة جدا، فيتسخن سطح الأرض، وبهذا التسخن يرتفع الهواء الرطب، إذا درجات الحرارة مرتفعة تؤدي إلى تسخين سطح الأرض، وهذا يؤدي إلى تسخن الهواء الملامس له فيتمدد ويخف وزنه أو يقل وزنه ليتحرك نحو الأعلى. أين نشهد هذه الظاهرة؟ أين نشهد هذه الظاهرة؟ نعم يا رضا. يسود هذا النوع من الصعود في المناطق الاستوائية. في المناطق الاستوائية، لأن أشعة الشمس عمودية تماما على هذه المناطق والحرارة مرتفعة جدا. شكرا لك. إذا في المناطق الاستوائية. شكرا لك. النوع الآخر من هذا الصعود. نعم نعم يا روان تفضلي. الصعود التضاريسي. نعم. ويحدث عند اعتضاد الجبال لرياح رطبة، وهذا يجبر الهواء على الارتفاع نحو الأعلى. نعم جيد. إذا الصعود التضاريسي نشهد هذه الظاهرة في مناطق من سوريا، سنحددها بعد قليل. إذا عند التبخر، تبخر مياه البحر تصطدم بالتضاريس فيجبر الهواء على الارتفاع إلى الأعلى فيتبرد ويهطل مطرا. إذا يحدث عند اعتراض الجبال لرياح رطبة، وهذا يجبر الهواء على الارتفاع نحو الأعلى. نلاحظ هذه الظاهرة في المناطق معينة من سوريا. ما هي هذه المناطق؟ نعم يا روان. يسود هذا النوع من الصعود في الجبال الساحلية. في المناطق الساحلية. إذا المناطق الساحلية. شكرا لكم. ننتقل إلى النوع الآخر وهو الصعود الجبهي. كيف يحدث الجبهي؟ اقرأ الصورة لنا يا رضا تفضلي. الصعود الجبهي الإعصاري تنشأ من تلاقي كتله الحارة الرطبة بكتلة هوائية، فيرتفع الهواء الرطب الحار فوق الهواء البارد، ويحدث هذا النوع من الصعود في سوريا. نعم يحدث هذا النوع من الصعود في سوريا. إذا تلتقي كتل هوائية باردة وحارة. نحن نعلم أن الهواء الحار أقل كثافة من الهواء البارد، لذلك يرتفع فوقه. فعند التقاء هذه الجبهات نسمي هذا الالتقاء بالصعود الإعصاري أو الصعود الجبهي. إذا تنشأ من تلاقي كتل الحارة حارة رطبة بكتلة هوائية باردة، طبعا كتل هوائي، فيرتفع الهواء الرطب الحار فوق الهواء البارد ويحدث هذا النوع من الصعود في سوريا. أبنائي، درجات الحرارة هي المحرك الفعال لعناصر المناخ، فإذا كانت مرتفعة لها تأثير، وإذا كانت منخفضة لها تأثير. الدرجات التي تؤثر في تبخر الماء من المسطحات المائية والتربة وأوراق النباتات بعملية النتح، هل هي الحرارة المرتفعة أم المنخفضة؟ نعم نعم يا روان تفضلي. المرتفعة. نعم، درجات الحرارة المرتفعة تؤدي إلى تبخر الماء من المسطحات المائية. أما درجات الحرارة المنخفضة فلاحظنا أنها تؤدي إلى تشكل مجموعة من الظاهرات، وأهمها الندى، ثم نعم يا لانا الصقيع. الصقيع. أيضا السحب، ثم نعم روان الضباب. نعم الضباب. شكرا لكم أبنائي على حضوركم، شكرا لمتابعتكم.
أرجو أن تكونوا قد استفدتم. أهلا ومرحبا بكم، نلتقي في درس مقبل.